اهلا، اليوم راح اسوي طبخه عمرها 2000 سنه قبل الميلاد. هذا اللوح المنقوش مكتوب فيه اقدم الوصفات في التاريخ، ويمدينا نفترض ان هذه الوصفات للطبقه الراقيه ذاك الوقت. فاليوم نبغى نجرب الاكل الراقي المخصص للقصر الملك. ايش رايكم في الزاويه اللي فوق؟ حسيت انها ابتكار يعني. لايك. يا اهلا وسهلا، من زمان صراحه عن فقره الطبخ. فاليوم طبختنا زي ما قلت لكم عمرها 2000 سنه، راح نسويها ان شاء الله اليوم. المكونات زي ما نشوف هنا، قبل شوي انا المصور الشهير صاحب اللمسات الرائعة والأنامل المباركة دائما زعلان لأني أصور آخر الليل. أمورك طيبة؟ طيب يا جماعة الخير، الوصفة جدا بسيطة وسهلة وتعتبر ملكية، فإحنا اليوم يعني راح نسوي شيء بسيط وسهل وملكي قديم. فتخيلوا المكونات هذه كانت موجودة قبل 2000 سنة قبل الميلاد. والله صار مرة وقت كثير. إلى الحين قاعد أشوف مكونات تبولة. ان هذه المكونات مره غريبه، يعني تخيلوا هذا الحين ايش كان اسمه؟ شمندر. والله الوصفه مره غريبه. اول شيء نبدا باللحم، جبت خروف نعيمي، راح اخذ قطعه صراحه واحده، احسها كفايه، يمكن صغيره حتى. تمام. عرفت ليش وقفت فقط الطباخ؟ طيب البدايه نقطع اللحم، بس يا اخي السكينه مره سيئه. شو السكينه؟ انا عرفت ليش قطعت فقره الطبخ. طيب يا جماعة خلصنا كذا من اللحم، نخليه على جنب. وهذه هنا جبت شحمة زي ما تشوفون، هي الشحمة هذه الزيت حقهم أول، فكانوا يستخدمون الشحمة عن طريق، فهمتوا صح؟ انتم 100% فاهمين أن الزيت هو بديله الشحم. ف واو والله قروش، عرفت ليش قطعت مقاطع الطبخ. عندنا هنا برضو الجرجير، وعندنا هنا البقدونس، كيف اسمه؟ كزبرة. إيه كزبرة، عندنا الكزبرة والجرجير، وزي ما قلت لكم الشمندر. وبرضه كانت بتنتهي الطبخه بريء. ايش قاعد اقول؟ كانت بتنتهي الطبخه بدري. هذا بصل اخضر برضه من ضمن الاشياء اللي راح نستخدمها. حلو، الحين قطعنا اللحم نخليه على جنب، نخليه هنا عند شو اسمه الشحم. بعد كذا ناخذ حبه شمندر نقسمها بالنص. اللي يعرفون الشمندر من داخل احمر. اي والله شوف شلون. طيب الطريقه بس كيف اقشر يعني ولا ايش؟ اتوقع قشره. لا يعني اقصد هذه تنأكل ولا ما تنأكل؟ والله ماني متاكد اذا هذه تنأكل ولا لا صراحه، بس اتوقع لا، وانا بسويها انه لا، فهمت؟ طيب نقطع هذه، شوف 1 2. وقت كنت ابحث عن الوصفه هي كانت مكتوبه بلغه بابليه، وواحد ترجمها انجليزي، وانا ترجمت الانجليزي للعربي، فلكم ان تتخيلون كميه الترجمه اللي صارت. عموما يوم كانت بالانجليزي كان يؤمر، انت حط الملح، انت حط اللحم، انت حطها في القدر. ايش فيك؟ هدي، ايش تراك طباخ؟ اعتقد هذه كميه الشمندر كافيه صراحه، فما راح اقطع الثانيات، هذه نكتفي فيها. ايه نكتفي بهذا القدر صراحه، خلي الشمندر كذا على جنب وناخذ القشر حقه ذا نرميه. خلونا نحط اللحم والشحم ونضبط الامور. على بالكم قدر عادي؟ لا يا حبيبي، عصر الحجري ما في الا قوه حجر. راح استخدم هذا ان شاء الله انه يضبط، ما اخرب ابو الدنيا. نحط الشحمه هذه وانتظرها لين تذوب. اتوقع تذوب هي صح؟ تصير زي الزيت كذا. إيه؟ الين ما يجهز شو اسمه الشحم راح نقطع الجرجير. جرجير جرجير جرجير، نغسل الجرجير يا جماعه الخير، وعلى طول فاجئ الجرجير وقطعه بسرعه. ايش رايك؟ حركه حلوه، مباغة ال متعوب عليها حبيبي. 10 من 10 حبيبي، الله يسعدك. هذا ما اسمها مباغة الجرجير. يسعدك. تخلي الجرجير الحين على جنب، خلاص ترى شوف كل شيء جاهز حرفيا، كلها عباره عن خضار. ما ادري هذاك الملك كان ارنب. والله بس ياكل جرجير وبصل وكزبر. بس تدري ايش العجيب في الموضوع؟ الشمندر، انا ما قد شفت طبخه خصوصا لحم مع شمندر، فمره غريب. احس يعني عرفت اللي تمشي اللي اوكي، عرفت اوكي يعطيك العافيه. خلينا نغسل برضه البقدونس صح انا قلت؟ كزبره اصلا ما عندك تفرق. والله صح، هذه هي اللي ما عندك تفرق بينها. بالعكس انا افرق، واضح ريحتها كزبره. حريقه. اوه نسيت نسيتها. اي والله كذا هذا حق طبخ اصلا يا ولد؟ والله اني ما ادري. اسمع ايش رايك تستخدم بس بلا حجري بلا كان فاضي؟ الحجري ذا يخوف ترى. كنا نشب يا ولد؟ لا صخره. صخره من تحت. شيل ما ينفع، هذا مو حق طبخ. والله شكله مو حق طبخ. يعني نصير طبيعيين؟ طبيعيين بالقدر هذا المتواضع. تقول هون صادق؟ شفت كيف معاه؟ ايش اسوي الحين انا؟ اقعد كذا. وسوت الحرقه. انا نسيت انها حاره. اتوقع كذا بتكون الامور طيبه، خلها الحين هنا. نكمل الحين على الكزبره، نقطع الكزبره كيف صغيره كذا، عرفت؟ شفت الشيف كيف يقطع الكزبره كذا بسرعه؟ ايش رايك؟ فنان. والله فنان. فنان جدا. يا اخي الله يسعدك. كذا كل شيء جاهز، الجرجير، الكزبره، الشمندر، باقي عندنا بس البصل، اخر خطوه وخلصنا. طيب كذا حلوين، كل شيء جاهز وكل شيء، شوف اهم شيء ايش؟ تنظيف سكينه الشيف. اوه شوف شوف، الشحمه بدات تطلع زيت. ف
فهذا نط فو. قفاز وكمام. قفاز وكمام. انت كل شيء فل الا يدك وخشمك. انت ما تعرف مو اي شيف ترى يلبس قفاز وكمام. الشيف المبتدئ يلبس قفاز وكمام، الشيف الغير مبتدئ ما يلبس ولا شيء ترى. شكل الطعم يصير على ذلك. ايه بالضبط، لانه اصبع الشيف مرات ترى يتحمص. انت لو تلاحظ الشيف ترى بعض احمر من هنا تلقى ناقصين اصابعهم. ليش؟ انه في بعض المرات يحطونها في الوجبه. شوف الحين راح احط اللحمه معاها. طيب بسم الله انزل اللحمه. ليه قاعد احس ريحه عزيمه؟ صح، ريحه ذبيحه، ريحه قاعه افراح. الله قاعد مقفله، ريحه مصلخ والله. ايوه كذا ريحه قاعه افراح مقفله، ريحتها كذا عرفت الذبايح. اي إيه والله كذا ريحتها الحين. بس كذا هذا اكل الحين. هذا الحين ترى المفروض اكل الطبقه اللي وين وين وين. والله احس كذا يسوون صدق. الحين يا جماعه نحط كل المكونات مع بعض مره واحده هنا. فاول شيء توقع مويه. صدق مويه، نسيت مويه. ما راح اكثر كذا مويه بس. ليش؟ لان عندنا هذا الشعير راح نحطه. بسم الله. كيف يفتح؟ لا تدري خلينا ننزل اول شيء الشمندر. ننزل الحين ايش؟ الشمندر مع البصل. انت كلها طاحت في الصحن؟ انا احس في خطا صار مهيتو. وين المفاجئ؟ جاء سامي بالسيت. نزل عليها الحين شويه شعير. خلاص كذا كفايه. وبعدها ندف عليهم كل المكونات اللي هي الجرجير والبقدونس. احس كذا الارانب في البريه هاي طبختهم المفضله. صح؟ كذا ارنب القائد. الارنب الاغنياء. الارنب القائد قاعد كذا والباقي القبيله هم يطبخوا له زي هالطبخه. نسبه حماسك للاكله؟ لا والله. صفر؟ مهيته باللحم. والله صفر؟ يعني ما في اي حماس؟ مو بابا الريحه كويسه يعني. الريحه عاديه. ناقص ملح، تصدق نسيت ملح. استغفر الله، والله مو حلو طعمه. ذوق ذوق. ما بذوق. تعرفه؟ والله استغفر الله. اوه ما في ملح، حلو. تتوقع هذا ملح؟ ان شاء الله. نضيف عليها كذا شويه رشه ملح. والله شكلها مره غريب. والله ريحه ادام. والله ريحتها ريحه ادام. اي والله صح. اي والله ريحه ادام صادق. ورب الكعبه جالس احس ريحه ايام زمان. هو مو لدرجه 2000 سنه قبل الميلاد، لكن هذه ما قد سميتها. اي تحسها ريحه قديمه كذا. ونظيف. اي تحسها متصلح في البر. ايه في كهف معك كذا حجر. بيوتها من حجر. ولابس هذيك حق الطرزان. عرفتها؟ ايه والله كذا احس هذا الاحساس. وعندك السكاكين. اي مليان سكاكين هنا. صح صح. ايه حلو تخيلاتنا صح؟ ايه والله ريحه حلوه والله. والله حلو. ترى ولا 1% توقعت انها يعني بتطلع حلوه. طيب في سؤال؟ السؤال هو بس باقي طعمها. السؤال هو كم مدة الطبخة هذه؟ 60 دقيقة. لا 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 نخليها شوي. كم نخليها؟ 60 دقيقة. الشيف المتميز هو اللي دائما مطبخه يكون نظيف ومرتب، فعلشان كذا لازم انظف المطبخ الين ما يخلص او تجهز الطبخة. قايل لكم انا ما يبغى شيف بسيط. كم الطبخات اللي سويناها ونجحنا فيها؟ من 10. شباب؟ دائما اتلذذ وانا شاهد طبخاتي وابداعاتي، فهالمره انا متلذذ بريحه طبختي. هذا شيء ترى ما يصير في ولا اي مره في الطبخات اللي سويتها. ريحه الطبخه مره حلوه. 12 seconds later. طيب يا جماعه المفروض كذا الطبخه خلاص صارت جاهزه، فعرضوا نطفي النار ونوديها هنا علشان ناكلها في شو اسمه الحجر الصخري هذا، عشان تحس انك من جد كذا عرفت قديم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ما ادري يعتبر حساء ولا والله ما ادري ايش جوهم، بس احسه يعني عرفت اللي ينأكل مو بشين مره. تدري وش الشين مره؟ التنظيف. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، نجرب الطبخه اللي عمرها اكثر من 2000 سنه، فالان وقت حاسم، نشوف هل جوهم كان بطل ولا يعطيهم العافيه. غالبا 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 من الحين ايش؟ يعطيهم العافيه. يعطيهم العافيه، طبعا المصور تغير، المصور راح ينام، فرصه تصوير حط الكاميرا وراح ارجع. بس جانا مين؟ جانا الاسطوره دحوم، راح يبقى معي بدحوم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونذوق اول لقمه في الطبخه هذه. اخذها مع شمندر ومع ايش؟ ايه يعني مجنون، مصور مجنون. ناخذها مع شو اسمه كذا. في لقطه حلوه. شوف كذا من كذا واقرب. انا ما ادري حاره ولا ما هي حاره، فهمت؟ اصبر واحد اثنين ها روح. الله يعطيك العافية، شكرا على اللقطات الرائعة هذه. أنا أدري أنك قاعد تتعب في إخراجك وفي تعبك. أنا أقول تدري روح مع الطاقم اللي يصوروا في المناقة الحين. برو والله الحين.
بسم الله الرحمن الرحيم ونذوق الطبخة هذه. طولت أمها أخلص. حلوة يعطيكم العافية. شوفكم إن شاء الله مقطع جاي. مع السلامة. استغفر الله، الله يكرم النعمة. هو ما أدري أنا حطيت ملح ولا سكر. عرفت السيستم خبط. الله يكرم النعمة. شوفكم إن شاء الله مقطع طبخ، أكيد 100% راح تشوفوني إن شاء الله مقطع طبخ.